كار اليوم فوز كثير كبير لعم شيت على الشانفيل. اول شيء انتم عم شيت صرتوا كنتوا بصداره البطوله وبعدكم بصداره البطوله، بس شو بتخبرنا اليوم عن الفوز على فريقك السابق وعلى جمهورك السابق على ملعبهم؟ اول شيء ما في شيء اكيد بعد البطوله، نحن مصادرين اكيد، بس كل الفرق حامي كثير بيناتنا وكلنا بدنا المركز الاول، بعد عنا لونج واي نتحسن لنقدر نضل بهذا المركز. العب اليوم بملعب شانفيل، اول مره بحياتي فوت على اللوكر روم اللي هالمان، بس انه اتس جاست انذر جيم لالي، اكيد ايموشنال وهيك، بس انه جيم مثله مثل غيره، وين ما اروح زيت الشيء، اتس اول جود. ثانك يو.